أيها الأحبة الكرام متابعينا في هذه الآونة تنطلق مباراة ملعب الكميتي كما قلنا في إطار الجولة الخامسة إياب. أولى المحاولات لفايدة الاتحاد التطاوين عن طريق غيث الصغير، كرة خطيرة داخل المنطقة، كرة في القائم الأول ولكن تدخل من كومباسا. وائل الدربالي يلعب كرة عالية في المنطقة وتدخل من الدفاع عن طريق فرات السلطاني، سيق عليه وهذه كرة خطيرة لفايدة الاتحاد الرياضي بتطاوين، الترويض داخل المنطقة ما زالت الخطر وضاعت الكرة. فريق الاتحاد التوزيعة خطيرة وما ينطلق من الرواق الايسر اسامه بوقره وسهله للحارس مالك شويخ وريان الدربالي، كره ماشيه لعثمان السعيدي والتمهيد لاسامه بوقره، كره لاعبي الاولمبي الباجي وكره عاليه من ياسين بوعبيد ولكن بدون عنوان. خالد الهمامي كره طويله داخل المناطق وسهله سهله للحارس، الحارس اشرف كرير كحارس ثاني لكن قبل ذلك هذه محاولة من محرز بن راجح والدفاع يتدخل فريق الاتحاد الرياضي بتطاوين وكرة عالية ضاعت على فريق الأولمبي الباجي، كرة من كومباسا عالية الكرة داخل المنطقة ما خذاهاش عثمان السعيدي، بوقرة أسامة بوقرة يعمل المراوغة بن راجح ومن جديد التغطية الدفاعية جوهرة الباجية، كرة عالية داخل المنطقة ترجع من الدفاع مالك شويخ ما زال الضغط مخالفة ينفذ الكرة أو أسامة بوقرة والحارس يتألق. وائل معزوز لابين لمالك شويخ والتسديدة وتصطدم بالمدافع الدربالي، كرة عالية في القائمة الثاني وتبعد من الدفاع مالك شويخ وسهلة للحارس. ديوان سبور كرة من وائل الدربالي وتدخل من الدفاع. شويخ يدور بكورتو بالساق اليمنى وسهلة للحارس. فرصة لفايت الاتحاد الرياضي بتطاوين ماهر بولابيار بين زوز لاعبين وفوق المرمى في كرة من الرواق الأيسر لكومباسا وتدخل الدفاعي. كثافة العددية في مناطق الجزاء وهذه كرة من بوكرا وعثمان السعيدي ومجرم دوا زهرة مدين باجا ماهيش جبن وريكوتا ومخارق باجا حضارة وتاريخ وعراقة وهذه كرة من مالك الشويخ. غيث الصغير من الرواق الأيسر يوزع كرة ومحرز بن راجح قبل ماهر بولبيار في انتظار التنفيذ. وائل الدربالي يلعبها ثنائية مالك الشويخ تسديدة من أسامة بوقرة، هذه هي الشبان الأولمبي الباجي الرائعة، كرة من عثمان كومباسا والتدخل من الدفاع من جديد لأسامة بوقرة، وبوقرة يحط على الساق اليسار والحارس، كرة من أسامة بوقرة يا عيني على بوقرة في لقطة فنية رائعة وركلة جزاء للأولمبي الباجي. ضربة جزاء يشير لها السيد صادق السلمي، هاي عادة مشاهدينا الأفاضل، بوقرة والتدخل من المدافع الجزائري شمس الدين نقير، ضربة جزاء يتقدم بوقرة وهدف، جول 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 أسامة بوقرة يفتتح باب التهديف للأولمبي الباجي في ربع ساعة لعب. مشاهدينا الأفاضل كرة كانت في الزاوية اليمنى لمرمى الحارس عزيز السلامي وسط فرحة كبيرة لجماهير الأولمبي الباجي فريق الأولمبي الباجي، وهذه كرة من بوقرة والدربالي وأسامة بوقرة ينتظر محرز بن راجح التوزيع وترجع من الدفاع ديالو داخل منطقة الجزاء والتغطية ناجحة ممتازة وضاعت من جديد الكرة لفايدة الاتحاد الرياضي بتطاوين. بوقرة كرة عالية مباشرة وسهلة للحارس عزيز السلامي لوجيه الأواني، كرة في الرواق الأيمن وخطيرة لفايت الاتحاد وتدخل محرز بن راجح، يصعد من الرواق الأيسر وزع كرة عرضية داخل المنطقة خطيرة والتدخل من دفاع شويخ ممتازة الكرة لبوقرة والحكم كانت أمامه العالم مالية. ماذا يفعل بالكرة ديالو
ديالو والتسديد بعيدة الترانزيسيون سريع الأولمبي بيجي. هذا ممتاز بوكر، بوكر يفتح الزاوية وقوية قوية جدا. أسامة بوكر عن طريق ضربة جزاء والكرة عرضية داخل المنطقة وبالراجح. هذا المتوسط الميدان الدفاعي وهذا كومباسا وجول. عثمان السعيدي، عثمان السعيدي يا سلام، ممتاز جدا. هاي اجواء ملعب الكميتي مشاهدينا الافاضل. توغل سريع سريع من الرواق الايسر ثم وضع كره في طبق لكنه أبلى بلال حسن. وكل من يكون وبزي الاولمبي البيجي يقدم وممتاز. صبر الهمامي لغيث الصغير، كرة عالية داخل المنطقة وترجع من دي. وهذه كرة من ديالو بلقطة فنية كاد يسجل ركنية يعيدها لفرات السلطاني. التوزيع إيديمو كينج، اتحاد كرة اتحادية وممتازة. محمد العبسي بمهارة وممتاز ركنية. وأكثر إشراق شكون رقم صعب في الصفة في الصفوف الكبار، لازمك تحافظ على لاعبيك. نعرف عديد اللاعبين اللي تنتهي عقودهم في آخر جوان القادم. الكرة اللي فاتت الفريق الاتحاد مجموعات وكرة من فرات السلطاني ومقلياش ماهر بولبيات من مباراته. ديالو 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 الانفراد، محاولة محاولة لفات الاتحاد الرياضي بتطاوين وتألق أشرف كرير. أشرف كرير وهناك تسلل كسقا للحارس المرمى أشرف كرير. ومشاهدين الأفاضل هكذا تنتهي مباراة ملعب بوجمع الكميتي بصافرة الحكم صادق السامي على نتيجة هدفين مقابل صفر. فوز هام للأولمبي البيجي في هذه الجولة الخامسة، هدفين أسامة بوقرة في 14 دقيقة عن طريق ضربة جزاء ثم يضاعف النتيجة عن طريق عثمان السعيدي.